والليث يوم ان اتيتم اليوم لتسطروا في هذه الساحه. اعلنوا استعداده والاستعداد التام للمواجهه. جاء اليوم ليثبتوا ولاءهم للقضيه. وهؤلاء البراعم الذين يمرون امامكم. وكان هنالك مسلم مستضعف يتحدث والامام الشعب جاهز، وكما قال القائد حفظه الله الشعب اليمني جيش بمفرده. وهذه هي الدورات التي تحدث عنها القائد، الدورات المفتوحة، وأبناء الشعب اليمني مستمرين في دوراتهم المفتوحة من أجل الحشد ومن أجل تهيئة أنفسهم للمواجهة مع العدو الأمريكي البريطاني نصرة لغزة. قبائل اليمن يخرجون هذا الخروج، وقبيلة أرحب تخرج في عرض كثائب طوفان الأقصى المرحلة الثانية، والذي يعرض فيها آلاف المقاتلين من الرجال الأوفياء والأبطال لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية. ونقول أن قبائل اليمن مستعدون استعداد كامل بقبضهم وقضيضهم برجالهم بسلاحهم لمواجهة أمريكا وبريطانيا وإسرائيل ولنصرة أهلنا وإخواننا في غزة. مظلومية غزة اليوم قبائل اليمن ورجال اليمن يدافعون عن حقوق الإنسان، عن المستضعفين. اليوم نقول للأمريكي والبريطاني الذي بالأمس في الليل يعربد بطائراته: لن تزيدنا إلا قوة، لن تزيدنا إلا ثبات، لن تزيدنا إلا حماس، لن تخيفنا ولن ترعدنا. اليوم في هذا الزمان وفي هذا الخنوع وفي هذا الذل الذي يتعرض له الأمة العربية والأمة الإسلامية، وما نشاهده من عدوان وحصار على إخواننا في غزة وإبادة ومنع الدواء والغذاء وكل مقومات الحياة، خرجت أبناء اليمن قبائلها بسلاحها ورجالها وتستعد لمواجهة هذا العدوان وتعمل بما تستطيع.